مرحبا بكم يا شباب في فيديو جديد. اليوم سوف نطور التشكيلة من 78 الى لا ندري، سوف نحاول ان نطور على اعلى ما يمكن. فندخل، ما سوف نبدأ في الحارس المرمى تبديل. سوف نضع هذا حارس مرمى ألماني، سوف 103 حارس مرمى ألماني، 93 103 ركل الكرة، 117 ارتداد، 124 ارتماس الحارس مرمى، 103 حارس لا بأس به. نذهب إلى LP، نضع LP LP باريس سان جيرمان، من أحسن LP، من أحسن الأظهرة. نذهب إلى الدفاع، نضع الدفاع الذي يتوفر عليه الجميع، الدفاع المجاني. نذهب إلى الدفاع آخر، نضع هذا الدفاع، دفاع بثمن، ليس بثمن مرتفع لكنه ثمنه جميل بمتناول الجميع. نذهب إلى جناح الظهير أيمن، نضع حكيمي، أحسن ظهير في العالم ومن أسرع الأظهرة وأسرعهم كمان. نذهب إلى الخط الوسط، نضع البرتغالي، نذهب إلى خط الوسط الثاني، نضع الفرنسي، نذهب إلى RW، نضع ميسي، نذهب إلى الجناح الأيسر، نضع نيمار، نذهب إلى الهجوم حاليا، سنضع مبابي، نذهب إلى الهجوم الثاني، سنضع هذا المهاجم، مهاجم ألماني من أحسن اللاعبين الذي لعبت بهم في حياتي، مهاجم جميل للغاية، يمكنك أن تعتمد عليه في جميع الحالات. 105 لاعب جميل كما تلاحظون، تسديد، الإيقاع، كل شيء جميع الأشياء مرتفعة، من أحسن المهاجمين. سرعة الركض 113، تسارع 120، قوة تسديد 116 كما تلاحظون، مهاجم جميل للغاية يعتمد عليه، ولديه تسديدات قوية من خارج مربع العمليات، تأتي في المرمى طريقة خرافية، يعني من أحسن المهاجمين الذي لعبت بهم وأنصح به الجميع. التشكيلة حاليا هي 105، التناغم 84، من أرخص التشكيلات الذي يمكن أي أحد أن يعتمد عليها، 40 مليون، أي أحد يمكنه أن يشتري مثل هذه التشكيلة، تشكيلة بسيطة وجميلة ويمكنها أن تنافس جميع اللاعبين حتى لو كانت تشكيلتهم 110. وإلى اللقاء يا أصدقاء، ولا تنسوا الضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد، وإلى اللقاء.